تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. ما شاء الله هذا الغيتام المتقاعد ديسكرا جمعية تامونت وكان دتنا محمد هذا كنتيني صامحة وخلص الظروف الصحية ولكن راه تشرفت بحضورهم. كي هو قصيد الملح ان شاء الله غادي نلحق المسلسل القناة ان شاء الله ان شاء الله. اذا اريد توعد الرئيس الحاج محمد جوجكن اريد طامز يانا مبلغ بسيط تكريم رمزي ديال الهديه رمزيه. رحمه الله سعيدة جلال كاتب عام جمعية التموت للتجار المواد الغذائية بأكادير الكبير. ارتأت جمعية التموت للتجار المواد الغذائية بأكادير الكبير الاحتفال باليوم اليوم الوطني للتاجر وكذلك بذكرى عيد العرش المجيد وكذلك الاحتفال باليوم بعيد ميلادها الأول وذلك بتنظيم ملتقى التاجر في نسخته الأولى حيث تم تقسيم هذا الملتقى التاجري إلى ثلاثة أيام. اليوم الأول شهد تنظيم مباراة استعراضية بين فريق حسني قدماء حسنية أكادير وفريق جمعية تامونت واليوم الثاني شهد سباق على الطريق على مسافة 5 كيلومتر بما أن اليوم الأخير هو اليوم اللي احنا فيه غيكون فيه إن شاء الله جمع عام عادي يلي حفل فني غيحيه مجموعة من الفنانين الأمازيغ كما سيشهد الحفل تكريم الفنان والشاعر الرئيس محمد جوجكن وتكريم أحد قيدوم التجارة أو الذي مازال يمارس في محل البقالة ليومنا هذا وكذلك سيشهد الحفل توزيع عدة جوائز وهذا من طرف الشركات الراعية لهذا الحفل. كما نود الشكر لجميع سلطات منطقة أكادير ومنطقة تيكيوين ومنطقة أيتمن لول وإن زكان وكذلك الناس ديال الولاية ديال أمن أكادير على مد يد المساعدة لهذه الجمعية هذا في التنظيم الأول والشكر موصول كذلك للجسم الصحفي الجميع. أن التاجر المغربي أو البقال المغربي وسط يعني نقولوا وسط الأحياء الشعبية عنده واحد الدور مهم ومهم جدا يعني خص التاجر نعطيه واحد القيمة لأنه إذا شفنا في أيامات كورونا كان التاجر الصغير لعب واحد الدور كبير يعني كان هو صمام الأمن الغذائي في الوطن ديالنا الحبيب وكان هو من بين الناس اللي كانوا في الصفوف الأوائل فهذيك الجائحة هذه. ومن هنا كنتمنوا ان تلتفوا لهذه المهنه ديال التجاره وتعطى شويه حقها حيث كاينه منافسه غير شريفه من بعض المتاجر الكبرى اللي دخلوا المناطق اللي هي احياء شعبيه ودخلوا ولكن رغم ذلك التاجر الصغير لن يموت البقال غيبقى ديما حي لان عنده دور ديالو كيديروا وغيبقى يدير. كيتم دابا حاليا ما كتبقاش تلقى دوك البقالات الصغار تيتم الهيكله ديالو حيث ولاو دابا كاينين لي سوبر مارشي على شكل لي سوبر مارشي يعني ولات الهيكله ديال المهنه هذه ولات كتطور حيت فعلا الزمان هو اللي كيولي يفرض عليك تطور يعني الا ما تطورتيش غادي تموت. ومن ذلك راه يعني الا لقيتي دابا انت الا درتي في اكادير كتلقى لي سوبر مارشيات صغار وداك الشيء نقي ومنظم يعني راه كاين تطور.